يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية، عوده لعشرة الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. الفقره دي بالتحديد هنتكلم من خلالها عن واحده من الرياضات القتاليه، هي رياضه الكيك بوكسنج، واللي طبعا منتخبنا توج ببطوله افريقيا فيها مؤخرا بعد ما تصدر بعدد الميداليات وعدى كمان الكاميرون. يعني كان عندنا حوالي 8 ميداليات والكاميرون كان عندها 5 لو انا مش غلطان. على كل الاحوال دي طبعا من ضمن التفاصيل الكثير اللي هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز كابتن محمد صبيح وهو رئيس اتحاد الكيك بوكسنج. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير. اهلا بيك وسعداء ومتشرفين بوجودك معانا. احنا اكتر والله. مبروك الحاجات الحلوه اللي حصلت مؤخرا. الحمد لله. اكيد ما جاتش بسهوله والحكايه دي ما اتحققتش برضه يعني ببساطه. 8 ميداليات الرقم صحيح اللي انا بقوله؟ 8 ميداليات، 6 ذهب و2 فضه. الحمد لله. تمام. الحمد لله. احنا الحمد لله، انت عارف عمرنا، عمر اتحادنا احنا سنه تقريبا، احنا اشيرنا 2020 28 21. اتحاد وليد الى حد ما. الحمد لله. مع ان الرياضه موجوده بشكل ملحوظ. كنت انا في اللقاء مع حضرتك قبل كده شرحت لك ان احنا عمرنا 20 سنه في الملاعب في مصر، ولكن ما كانش لنا اتحاد، كنا لجان في اتحادات اخرى. أوكي. ولكن بتوفيق ربنا بقى لنا اتحاد مصري للكيك بوكسنج في ظل القياده الموجوده، في ظل وزير الشباب والرياضه اللي احنا كلنا بنحبه دكتور اشرف، والقيادات في وزاره الشباب والرياضه دكتور نادر الطاوي، يعني القيادات الجميله اللي بتساعدنا، يبقى لينا كيان، بقى لينا كيان اسمه اتحاد مصر. اخر كام سنه كمان يعني دايما بنتكلم على ان يعني في اتحادات جديده ظهرت، كان في دمان يعني كان في وقت من الاوقات دمج لرياضات مختلفه محطوطه تحت كلها تحت مظله واحده، لكن دلوقتي بقى في اتحادات نوعيه كمان. اديتنا فرصه نشتغل، اديتنا فرصه نطور كوادرنا. الحمد لله في الوقت القصير ده قدرنا ننشر الرياضه بتاعتنا في كل مصر تقريبا، يعني تقريبا في كل محافظه من محافظات مصر. جميل. تقريبا كل جوه كل مركز شباب، جوه كل نادي، اي ولي امر يقدر يسال في كيك بوكسنج بقى موجود الكيك بوكسنج. الرياضه بتاعتنا الحمد لله بعد انتشارها الكبير دوت في الفتره القصيره دي قدرنا ننتقي منها افضل العناصر. عملنا تصفيات لاختيار المنتخب القومي، عملنا بعد ما اخترنا لعيبه المنتخب القومي عملنا لهم اكتر من اختبار، اختبار واثنين وثلاثه، عارف ظل ظروف كورونا وعدم قدرتنا على مشاركات ولا احتكاك خارجي، كانت اول فرصه لينا للمشاركه واول تجربه لينا في مشاركه دوليه بعد تاسيس الاتحاد هي بطوله افريقيا. يعني ولادنا دي خير استهلاله يعني. الحمد لله. ولادنا الابطال جوه الكاميرون، رئيس الاتحاد الافريقي جوه الكاميرون، رئيس الاتحاد الافريقي كاميروني. منافسه غير عاديه وبتتصدرها الكاميرون يعني البلد المضيف. قدرنا الحمد لله نعديهم وعندنا 6 ميداليات ذهب و2 فضه، ابطال كده مصريين يرفعوا الراس. حاجه جميله. كمان عندنا خطه دوليه كبيره ان شاء الله السنه دي من بعد شهر 7، عندنا بطوله العربيه، عندنا بطوله العالم، عندنا اسلاميك جيمز لو اتعملت في ميعادها، عندنا اكتر من حدث دولي. اسلاميك جيمز اللي هو بطوله التضامن الاسلامي. حدث دي برضو بطوله جديده نسبيا ولا لا؟ لا ولا عشان الواحد بعيد عن عالم الكيك بوكس. لا بطوله مجمعه كده زي اولمبيات مصغره بتجمع عدد كبير من الدول الاسلاميه. هي الدول الاسلاميه بتتنظم بطوله باسمهم. تمام. ان شاء الله احنا يعني عندنا بعد يومين بالظبط، يوم الخميس، خميس جمعه سبت، بطوله الجمهوريه للكيك بوكسنج. بطوله الجمهوريه دي ستيب جديد، مرحله جديده، كل لاعيبه مصر الكبار بيخشوا مع بعض في منافسه. عندنا الموازين كلها المره دي هناخد فيها ابطال، هناخد 2 ابطال في كل وزن سواء منتخب الرجال او منتخب السيدات من مواليد 2002 فيما اعلى. ان شاء الله الاولاد دول هم اللي هيعدوا للبطولات الدوليه اللي جايه، وان شاء الله نقدر نعمل منهم نتائج ان شاء الله. جميل. شاء الله. طيب برضو يعني فرصه كويسه، يعني كنت بتكلم مع كابتن صبيح قبل ما نطلع على يعني على الهواء بدقائق كده، بتكلم على فكره ان في كتير من اولياء الامور اللي ممكن يكون عندهم اطفال طبيعه شخصياتهم انطوائيه نسبيا، هاديين بشكل مبالغ فيه، مسالمين شويه زياده عن اللزوم، فساعات كتير بنسمع حتى بين احاديث الاهالي وبعضيها يعني فكره ان هم بينصحوا بعض دايما ان يخلوا اولادهم يلعبوا رياضه قتاليه عشان دي هتدعم جواهم حته الثقه بالنفس، هتكسبهم مهارات وطبعا قدرات جسمانيه. فالى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ الى اقصى درجه اقدر اقول الكلام ده مظبوط للاتجاهين. لو حد عنده عنف زايد، لو حد عنده حركه زايده، لو حد عنده طاقه زايده بيفرغ الطاقه دي في مكانها الصحيح. الله عليك. ولو حد عنده بنحس ان هو كامن شويه، خجول شويه، مش بيقدر يدافع عن نفسه في المواقف المختلفه، برضو الرياضه دي بتساعده. الرياضه دي بتساعده على الاتزان سواء من الاتجاه ده او من الاتجاه ده، بتخليهم يمشوا في خط افضل. يعني ايه؟ يعني انا بيجي لي لما يكون عندي حد من اولادي والاقيه حاسس شويه ان هو يعني ما بيقدرش يدافع عن نفسه، الرياضه دي هتخليه يثق انه يقدر يدافع عن نفسه.
طب ولد شايف ان هو بيضرب كل الولاد، الرياضه دي بتخليه يعرف ان في اقوى، في اقوى منه. فده دور مدربينا في كل مصر، وهم بيقوموا بالدور ده كويس، ان بيقدر يحاول الاتجاه ده وده في اتجاه رياضي سليم. حضرتك عارف ان الرياضه فيها قطاعين كبار، قطاع ممارسه، تعالى العب رياضه. بيجونا الولاد يلعبوا رياضه فبتحسن من صحتهم ونفسيتهم، وفي قطاع بطوله. الولد الهادي ده او الولد الشرس ده، الاثنين ممكن يبقوا ابطال واحنا ما نعرفش، صحيح، ويبقى عندهم المقومات دي واحنا ما نعرفش. احنا كدورنا كاداره وكمدربين في مصر وفي لعبه الكيك بوكسنج بالذات، ان احنا وده بدا ينتشر وبدا الاعلام ينشر عنه، وكان في مسلسل في رمضان بيتكلم عن ده، والامر ده معروف في العالم كله بس كان متاخر شويه في مصر. الكيك بوكسنج رياضه بستخدم فيها ايديا ورجليا، بتخرج معظم طاقاتي، فيها اشكال فيها اكثر قوه وفيها اشكال اكثر استعراضا شبه الجمباز والباليه، فيها كل حاجه. فبتجيب ابنك انا عايزه يلعب رياضه، هتلاقي كل اللي انت عايزه جوه الرياضه دي. ده الكلام ده يعني لكل اللي محب الرياضه في مصر، وخصوصا الالعاب النزاليه، وعشان كده ده سبب انتشارنا الكبير في الفتره القصيره اللي فاتت. هو برضه خلي بال حضرتك من حاجه يا كابتن صبيح، برضه يعني لازم تتاخد في الاعتبار ان اولياء الامور دول بقدر اهتمامهم بتظبيط شخصيه ونفسيه اولادهم، بقدر خوفهم على ان اولادهم يمارسوا رياضه قتاليه من النوع ده، فوارد جدا الواد يرجع لنا البيت وهو مثلا عينه وورمه، مناخيره طايره. لا يعني قصدي النوع ده من الامور بيحصل فعلا، لان دي مخاوف مشروعه عند كتير من الناس. تعالى نتكلم، انا لحد دلوقتي كلمتك الرياضه في قطاع الممارسه والرياضه في قطاع البطوله، وفي رياضات عسكريه. لا نقدر نتكلم ده في الشكل العسكري، لكن لما نتكلم عن الرياضه كرياضه، اهم حاجه فيها السيفتي. يعني رقم واحد، احنا بنقول لكل اولياء الامور اللي بيحبوا العاب الدفاع عن النفس، الرياضه بتاعتنا فيها اوقيه كامله، يعني في واقي للراس اللي هي الجارد، واقي للسنان، جلافز في الايد، شين جارد، واقي للقصبه، واقي تحت الحزام، فالحمايه كامله. واللعبه بتاعتنا مش بشكل واحد، باكتر من شكل. اللي بيحب القوه الزي ده موجود في اسلوب قتالي زي اساليب الرينج ستايل زي الفور كونتاكت او اللو كيك او الكي 1، واللي بيحب الرياضه دي بس مش عايز التحام، في سيمي كونتاكت ولايت كونتاكت من اسمها. هو في مساحه للاختيار اساسا؟ طبعا والله، السيمي واللايت ودي ليها يعني مسابقاتها لوحدها. الله عليك. أوكي. في السيمي ولايت، يعني سيمي لمس، ولايت يعني ضرب بس من غير باور، ولو زادت القوه اللي حكم بيوقف وبيدي انذار. فده برضو بياخد قطاع كبير من محبي الرياضات دي. ده كمان غير الجزء الاخر في الرياضه عندنا في التاتامي ستايل، الميوزيكال فورمز، رياضه بتتلعب على الموسيقى بس قتاليه، يعني تلاقي ابنك بيلعب تن 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 بس على موسيقى. فبيخلي معظم الاذواق اللي بتحب الرياضه دفاع نفس الجنة كيك بوكس. ده سر قوتنا في الفتره اللي فاتت. فانا بقول لحضرتك وبقول لكل اولياء الامور لابن حضرتك ولكل اب، هات ابنك يلعب الرياضه دي، الرياضه دي هيلاقي فيها اللي هو عايزه. واحنا مدربينا الحمد لله بنقدر على قد ما نقدر بنحاول ناهلهم انه يتعاملوا نفسيا في الامر ده. مش الهدف الاساسي ان كلهم يبقوا ابطال، بيلعب رياضه، الرياضه دي تخليه اصح. طب لو طلع منهم بطل دورنا. طب هل في متطلبات جسمانيه معينه، كتله عضليه، حد ادنى معين مطلوب من الكتله العضليه عشان نخلي ولادنا يلعبوا الرياضه دي؟ هل في يعني حد ادنى من المواصفات لازم تكون موجوده في الطفل؟ طيب احنا قلنا الرياضه قطاع ممارسه، والرياضه قطاع بطوله، وفي قطاع عسكري جوه الرياضه بتاعتنا. طب القطاع الممارسه، في قطاع الممارسه اي حد يجي يلعب رياضه، ست عجوزه عندها 70 سنه هتلاقي في نماذج في مصر ظهرت في الاعلام راحت تلعب كيك بوكسنج. لا والله، حاجه و60 سنه بجد والله اللي انا بقوله حقيقي. دي حاجه جميله جدا فعلا. ولد قلبوز ومش عارف يلعب رياضه يروح يلعب كيك بوكسنج ليه؟ رياضه كرياضة. بس المدرب فاهم هنا ان دوره حد مش قادر يدافع عن نفسه، ما الاصل في الرياضه دي ان حد مش قادر يدافع عن نفسه عايز يقدر يدافع عن نفسه. فلو قلنا راجل عجوز، لو قلنا راجل قعيد، طب هيقدر يدافع عن نفسه؟ عندنا تدريبات اللي تخليه والحركات اللي تخليه يقدر يدافع عن نفسه. ده قطاع ممارسه، تعالى العب رياضه الدفاع عن النفس. لو اتحطيت في اي موقف، لو بنت ماشيه في الشارع، اخر لقاء بيني وبين حضرتك كنا بنتكلم عن ان احنا ظاهره التحرش وازاي، فنقدر نخلي البنت اللي هي ممكن في فتره قصيره قوي تتعلم الحركات اللي تدافع بيها عن نفسها. ننقل بقى قطاع بطوله، ليه مقومات. في علم كامل اسمه علم الانتقاء الرياضي، مبدئيا في اوزان بقى. طبعا بيلعب في اوزان مختلفه. اما القطاع العسكري فده مشروع احنا قدمنا بيه للقوات المسلحه، الرياضه بتاعتنا تمارس عسكريا بشكل قتالي اكثر قوه واكثر عنف. فعندنا ده وده وده. انا بقى في البدايه الطفل الصغير او الراجل الكبير، من الاخر الاسره كلها، وانت رايحين النادي مع بعض ممكن الاسره كلها تلعب رياضه الكيك بوكسنج. بس جوه كل واحد هدفه ايه والمدرب بيمشيه ازاي، ده الاساس بالنسبه للرياضه بتاعتنا بشكل عام. ده لو العيله كلها مارست الكيك بوكس ده هيقطعوا بعض لما يرجعوا، وخصوصا لو في حاجه في النفسيه مش ظابطه بين الزوج لا والله حضرتك نقدر نقول ان الرياضه دي بتخلي النفس افضل.
هو بص بقى التفصيله دي فعلا ملفته جدا للنظر يا كابتن صبيح. يعني دايما بتلاقي الابطال وخصوصا ابطال العالم في الرياضات القتاليه او في الملاكمه او في كذا، دايما بتلاقيهم اهدى خلق الله واطيب خلق الله وعندهم ثبات انفعالي مش طبيعي وعندهم مساحه كبيره جدا للتسامح. يعني ايه العلاقه دي؟ يعني هل دي بتبقى جايه او نابعه من الثقه بالنفس وعارف قدراته وعارف ممكن يعمل ايه في اللي قصاده فبيكبر دماغه؟ انا ماشي بعربيتي في الشارع وحد بيضايقني، فاحساسي بقى انا هثبت لمراتي ان انا جامد وهنزل اتخانق معاه، او ان انا هي عارفه وانا واثق في نفسي ان انا قادر اعمل الموقف، لكن انا بعفي عنه لان انا فعلا قوي. ده الامر، احساسي بالخوف فبيخليني عايز اثبت ان انا اقوى، او ان انا فعلا اقوى مش محتاج. يا عم ربنا يسهلك يا عم، يا عم شكرا، يا عم شتمتني شكرا ودورت وشي ومشيت في الشارع التاني. ادام الامر ما وصلش لحد حد بيتهجم عليا او حد بيأذيني، ادام ما وصلش لدرجه الايذاء خلاص اقدر اتعامل. حصلت لك في الحياه الشخصيه اي حاجه استخدمت فيها قدراتك الكيك بوكسية؟ بص اخر حاجه للممارسين الالعاب القتاليه والكيك بوكسنج اخر حاجه بيلجا لها العنف اخر حاجه. بس ساعات الامر بيخرج، ساعات القدر يعني بيحط لك الموقف على حجرك كده بتبقى مضطر فعلا تشتبك معاه. بص احنا في مبدا ديني بيقول ان المؤمن دون دينه وماله وعرضه. يعني لو حد جه على مالي او عرضي هي دي الامر اللي ممكن تدخل فيه، لكن غير كده الامر اكثر يعني ممكن كلمه حلوه شو ادفع بلاتي هي احسن. الله يا اخي شكرا. اهو اللي حضرتك بتقوله ده كمان بيثبت فكرك يعني ان فعلا في تقويم للنفس مش بس للحاله النفسيه والمزاجيه والثقه بالنفس، لا النفس نفسها بتتقوم بشكل كبير جدا من خلال ممارسه الرياضه من النوع ده. حقيقه حقيقه الحمد لله. عايز انقل لحضرتك الحوار معلش قوي لنقطه مهمه قوي. احنا عندنا حدثين كبار جايين، واحد منهم بكره، منهم بكره بطوله الجمهوريه نختار منها لعيبه منتخب مصر بعد بكره ان شاء الله، بكره الميزان بعد بكره ان شاء الله اللي هي بطوله الجمهوريه العموم. وعندي واحنا اتكلمنا عن الحدث اللي احنا عملناه بطوله افريقيا وده الانجاز الكبير، اتكلمنا عن انتشار اللعبه في مصر. الحمد لله عندنا بطوله افريقيا لرياضه السامبو احد فروع الاتحاد المصري للكيك بوكسنج هتتعمل على ارض مصر بدعم الاتحاد الدولي للسامبو ان شاء الله. انا بعلن عنها من خلال حضرتك. انت بتعلن يا ابو كباتن، انت مش تعرف الناس ايه رياضه السامبو دي مبدئيا عشان ناخد فكره حتى معاك. رياضه السامبو رياضه روسيه الاصل. اوكي. نشات في قتاليه، هي قتاليه اصلا نشات في البدايه في الجيوش الروسيه كانوا بيستخدمها الجيش الاحمر في الدفاع في تعليم ولاده والدفاع عن نفسهم في المواقف المختلفه. اوكي. ولكنها مع العصر الحديث اتحولت لرياضه وبقى ليها شكلين بس. احنا كيك بوكسنج اشكال كتير. شكلين، شكل اسمه سامبو سبورتيف وسامبو كومباكت. السبورت وفي شكل عسكري. أوكي. ده اخر حاجه برضه. السبورتيف وكومباكت. السبورتيف رياضه فيها الاسقاط ارضا شبه الجودو والمصارعه، بدله جودو وبيتلعب فيها مصارعه وجودو مع بعض، النقاط بتتحسب بنفس المنطقه بالرميات. اوكي. وفي جزء اخر كومباكت اشبه بالام ام اي ولكنه ليه تاصيل تاريخي، في ضرب بالايد والرجل والكوع والركبه والدماغ والمصارعه والتثبيت الارضي. مش فاضل غير نبوت يا وكل حاجه. من اقوى الالعاب في العالم ولكنها تدار بسيفتي عالي. أوكي. وبتحكيم قوي. دي فيها بطوله بقى قريب هتعمل في بطوله افريقيا ليها في مصر ان شاء الله في 28 29 30 31 7 بدعم الاتحاد الدولي ان شاء الله، مشارك فيها 15 دوله افريقيه. واحنا جاهزين بيها تنظيميا وكوادر هتشارك. هنا بقى هنا بقى ده اعلاننا. ان شاء الله الفتره الجايه هتشهد بطوله جمهوريه لاختيار عناصر اللي هتمثل مصر. حلو. وهيبقى في اكتر من تصفيات وهيبقى في مجموعه معسكرات عشان من هنا لحد شهر 7 اللي هو الوقت القصير ده ولادنا يجهزوا بشكل مناسب بحيث ان احنا نحط رجلينا على الطريق الصحيح في المنافسه دي باذن الله. احنا الحمد لله طبعا غير رياضه عندنا دورات للام ام اي، عندنا دورات مختلفه للكيك بوكسنج. احنا بنحاول ننشر الرياضه رياضه الكيك بوكسنج بفروعها باقوى شكل ممكن في الفتره الجايه في مصر ان شاء الله. ودي دعوه يعني انا عارف الناس كتير بتحب القناه الاهلي وبتحب تسمع حضرتك. ربنا يعزك. وانا ببقى سعيد وانا جاي لك. ربنا يخليك، احنا ده شرف لينا وجودك حقيقه والله. ربنا يخليك. وانا جاي مع استاذ كريم انا حاسس ان عارف ان بتشوفنا الناس اكتر. الله يخليك. احنا بندعي كل محبين رياضه الدفاع عن النفس في مصر عشان مصر بشكل خاص وكل اب عنده ابن عايز يلعب رياضه تعالى جرب رياضه الكيك بوكسنج هتلاقي فيها قد ايه تظبيط لنفسيته، تظبيط لجسمه، قد ممكن تلاقي فيها لو في بطل في بيتك انت مش عارفه احنا ممكن نوصله للطريق السليم في البطوله. طبعا. هنا الرياضه بتاعتنا بقت موجوده في كل مركز شباب وكل نادي وجوه كل جيم خاص. الرياضه بتاعتنا مش محتاجه امكانيات كبيره، الرياضه بتاعتنا انتشرت في كريمه المجتمع موجوده بشكل كبير والناس حابينها، وفي المستويات البسيطه في المجتمع المصري الاولاد حابينها.
بقى في اعلام بدا يهتم بيها زي البرامج التلفزيونيه والافلام، وفي افلام خاصه برياضه الكيك بوكسنج، في قنوات كامله بره بتتابع ده للناس اللي بتحب الكيك بوكسنج. سينمائيا من قديم الازل بالايام بروسلي وقبل منه كمان، الافلام اللي فيها النوع ده من الرياضات العنيفه والقتاليه دايما بتلاقي الاستحسان وليها جمهور عريض جدا من المشاهدين. مستر كريم قال لي انه كمان يعني شخصيات مهمه في المجتمع احنا بنحبها يحب يجيب ابنه جدا. استاذ انا هوندي قبل كده في حلقه تحب تتمرن، احنا حابين. بلاش هوندا يا استاذ، هتدور فينا الضرب، هتدور فينا الضرب، مش من مصلحتنا ولا انا ولا اسره العمل بالكامل. حضرتك نورتنا وشرفتنا وبنتمنى لك كل التوفيق، ويا رب ان شاء الله موفقين في كل البطولات اللي جايه. كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج كان منورنا في هذه الفقره. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا، اتفضل.